بكل بساطة تنزل تشرب عندي قهوة إذا بدك. أنت يعني عايشة لوحدك؟ أنا مرت ثقيلة وتقيلة الدم على أهلي. كيف يعني ما فهمت؟ أمي وبيي انفصلوا من كتير زمان، وأنا لقيت شغلي الوحيدة اللي بتذكرهم بأيامهم الحلوة اللي عاشوها. لا هيك لا أمي وجوزها بدهم ياني ولا بيي ومرته. أصلاً بكل بساطة يعني أحلى شيء بالحياة الوحدة، لا؟ الوحدة رأيها بس ما على طول، قد ما كبرنا في أشخاص بحياتنا بنضل محتاجينهم، خاصة الأولاد. حليب الأنانة أوفر، حليب الأنانة ما بيمننك إنه شفت منه سنتين، حليب الأنانة ما بيربحك جميلة إنه حملك ببطنه 9 أشهر، ما بيطالبك بفروض احترام. هلا بشرفك بلا هالسيرة، خنزال خليني اقرا لك شو كتبت عنه بشرفك. خلص بعتي لي هون على الفيسبوك وبكره بوعدك لهم الشباب. بدي اشوف رياكشنات وشك انت عم تقرا. ما عندي رياكشنات، خلص بكره. كثير مهضومة هي. طيب بتعدني بكره نشرب فنجان قهوة سوا؟ خلص وعد. اوكي. بس ياك كل شيء. مريم ليش قاعدة هون؟ لأني خايفة. من شو خايفة؟ خايفة من كل شيء، كل شيء حوالي عم يخوفني. الشيء اللي خايفة منه هاي جواتك، جواتك انتي، انتي وبس. ما سألت حالك ليش أنا وصلت له؟ رأيك من إيدي كل شي صار يعني هيك بدون سبب؟ بعرف والله بعرف، بس أنت هيك عم تعاقبي حالك وتعاقبيني على ذنب نحن ما عملناه، مكان إحنا يد فيه. أساساً نحن هيك مو بإيدنا، كل شي بصير معنا بالحياة منسخره للخوف والألم. نحن ربينا على الخوف، منخاف من كل شي. الضحك منخاف منه، بخاف الواحد إذا شي يوم ضحك من قلبه، بخاف بقول الله يجيرنا من هالضحك، بصير كل الوقت يفكر بالعقوبة. ضحك بالنسبة لنا ذنب. أساساً نحن عنا أكبر مؤسسة لصناعة الجنون،
احنا مصدر جنون للعالم. اصلا الصناعة الثقيلة الوحيدة بالوطن العربي كله هي صناعة الجنون. طلعي طلعي حواليك، جربي طلعي برات البيت، يمكن يكون في حياة جديدة ناطرتنا. بدك تضلي دافني حالك بالحياة؟ لابسة أسود عم تتحرشي بالموت؟ مريم، السجن اللي دافني حالك فيه الهروب منه سهل. وأنا ما رح أهرب. سوري بس ما كنت عارفة انه رح تجي قبل الموعد. وطن طيبة كتير اطلب لك وحدة؟ اجمل ما فيك انك بتعرف تهرب كتير منيح. يعني احيانا بتزبط. جبتي الورق معي؟ ليك قوم نمشي برا شوي بليز. نمشي ليه؟ لانه الطقس برا كتير حلو، انا بحاجة لجرعة اكسجين. اوكي. لحساب شو ننام فيه؟ تفضل استاذ. عملية خطف.